أهلا زينب، كمان رح نحكي عن موضوع يمكن كلياتنا فكرنا فيه، هو المشاريع الصغيرة. قد فكرتي زينب يكون عندك مشروع خاص صغير تبدي فيه ويكون يأمن لك الاستقلال المادي والاستقلال المهني؟ كتير، وخاصة هلا يعني بهي الظروف بتحسي انه لازم تعملي شيء خاص فيكي، يعني ووصلتي لمرحلة من الخبرة لازم تعملي شيء خاص فيكي. هذا الحكي زينب انا وياكي بنتفق عليه، وكثير من الناس اللي كمان بيلجأوا وبيصحوا دائما ليكون عندهم مشروعهم الخاص يلي هو تحت مسمى المشاريع الصغيرة، يلي يمكن هو ما بيحتاج لرأس مال كتير كبير لكن له تفاصيل وله خطوط عريضة لازم يتبع الشخص لحتى يضمن نجاح هذا المشروع ويحقق له الاستقلال المادي والمهني يلي كلياتنا نحن نسعى لحتى نحصله. كل هالأسئلة رح يجاوبنا عنها أكيد الأستاذ عمار دلول، وماجستير بإدارة الأعمال. يسعد صباحك. صباح النور. يسعد صباحك. خلينا نحكي، يعني كنا بالمقدمة عم نناقش المشاريع الصغيرة، كل حدا عم بفكر إن شاء الله يعني من أصغر مشروع لأكبر مشروع، دائما بفكروا بمشروع خاص ومربح بنفس الوقت. صحيح. فخلينا نحكي اليوم عن الأسس لتنفيذ مشروع، يعني نحن ما بدنا شيء خيالي، بدنا شيء ممكن تنفيذه كمان. تمام. حقيقة يعني أي مشروع صغير دائما بيتكل على مهارة الشخص أو خبراته. يعني لما بنحكي عن شركات متوسطة الحجم أو كبيرة الحجم عادة بيكون الأساس فيها هو أساس الدراسة الربحية بغض النظر عن الخبرة للمؤسسين. يعني ممكن يكون مجموعة مؤسسين يأسسوا مشروع كبير بغض النظر عن خبرتهم بهذا المشروع، إن كان هن مثلا مشروع سياحي وهن بيفهموا بالسياحة أو لا أو شو ما كان. بينما لما نحكي عن مشاريع صغيرة فعادة الأساس فيها هي الشخص اللي مؤسس المشروع، فعادة تنطلق القصة من مهاراته أو خبراته نفسه. فمشان هيك ليش يعني حبيت اعمل المقدمه الصغيره، فاساس باي مشروع صغير هو الخبره او المهاره للشخص اللي بدي اسس المشروع. شيء بيعرف يعمله 100%. فانا بالاساس لما بدي بلش اسس اي مشروع صغير بدي افكر واقول انه انا شو عندي مهارات وشو عندي خبرات، وبعدين اكتبهم بشكل مبسط قدامي وبلش افكر من وين فيني انشئ فيها فكره مشروع خدمي او منتج يمكن يكون تجاري لحتى أطلع منه على شكل مشروع تجاري صغير. نعم. اليوم كثير من الأشخاص يمكن بيقولوا في كثير أفكار بس ما عم نعرف كيف ننفذ. خلينا نحكي أول شيء عن الطريقة الصحيحة لاختيار المشروع المناسب لكل شخص وكيف بيقدر ينفذ هذا المشروع على أرض الواقع ويضمن يمكن نسبة عالية من نجاح المشروع. صحيح صحيح. الفكرة البسيطة بتبلش من أنه أنا لما بدي أحط هالمهارات والخبرات على قدامي وبلش فكر كيف بدي أطلع فيهم، بدي فكر انه قديش في احتياج بالمجتمع اللي انا موجود فيه حواليه لهذا المنتج او الخدمة. فعمليا اول شيء بفكر فيه انه انا عندي مهارة ولتكن مثلا خدمية صيانة ما بعرف شو مثلا، فانا بدي روح فكر قديش في احتياج لهي الخدمة بضمن السوق، وفكر قديش في ممكن مشاريع قريبة عم تخدم هذا الموضوع وشو الشريحة السعرية لهاي القصة لحتى أقدر أعكس منها حجم الإيراد اللي بقدر ممكن يكون متوقعه من هاي المنتج. لأنه عادة المشاريع الصغيرة رأس مالها ما بيكون كبير، بيكون الاعتماد فيها الأكثر على العمل يعني على الجهد. فهون اليوم بدي أشوف أنه أنا جهدي بدي أعكسه لدراسة مال، يعني أنا مثلا كل ساعة عم بشتغل فيها بهذا المشروع أدي ممكن أنتج، لأنه غالبا حتكون القصة مو رأس مال، حتكون قصة جهد. فهون بدي اشوف هالمنتج اللي انا مثلا لو فرضنا جيت انا قلت بدي اعمل منتج وليكن بدي ساوي ما بعرف ايتمز صغيره روح بيعها ما بعرف شو هي للسوق، ما بقدر راس مال كبير، بقدر ساويها بقدر يمكن سواها عن طريق صفحه فيسبوك، بقدر يمكن اعمل موقع الكتروني، يمكن سواها عن طريق علاقات اجتماعيه على الواتساب ما بعرف ايش. فهون بدي افكر قديش حجم الاحتياج، قديش ممكن يحقق لي ايراد لاقدر اعمل احسب الهامش اللي ممكن احصل عليه من هذا المشروع الصغير. وهل هو لدى المشروع الصغير حيكون أساسي ولا رديف؟ يعني في عالم بتقول أنا بشتغل أوردي موظف أو ما بعرف أشياء والوقت الثاني بدي أعمل فيه شيء يعمل إنتاج، هل ممكن أنا اليوم بدي أفكر أنه والله مثلا أنا عندي سيارة مثلا فبالتالي أفكر بمشروع يكون يحتاج أنه بقدر أخدمه من خلال أنه أتحرك بسيارتي، هل أو لا عندي مثلا لو فرضنا خبرة بالكمبيوتر ممكن مثلا أفكر بمشروع يعمل لي إيراد من خلال أعمل شيء شركة بتعمل تصاميم ما بعرف شو. فبالتالي اليوم كمان هاي شغلة أساسية، هل هو إيراد إضافي أو إيراد أساسي لألي لحتى أفكر كيف بدي أحسب هاي القصص. نعم. بما أنه عم تقلنا أنه
طلبات صح. ودراسة لو كان مشروع صغير. خلينا نحكي شوي عن المشاريع الريفية اللي هي بالقرى واللي هلا عم نشوفها كتير منتشرة، يعني اللي عنده أي مثلا جاجة أو بقرة بأي ضيعة عم بيحاول إنه يستفيد منها. هدول الناس يمكن بسيطين كتير على الحسابات، هي مثل ما قلت معتمدة على الجهد. اليوم شو هي النقاط الأساسية لحتى فعلا يكون هالمشروع مربح وناجح؟ حقيقة لقلك شو اليوم اللي عم تحكي عنه أنت حضرتك، مشاريع مثلا لو فرضنا زراعية أو مشاريع تنمية حيوانية أو شو ما كان، هذا موضوع عادة صار عبارة عن بروسس، يعني صار معروف. يعني مثلا أنا في عندي موسم بحط ما بعرف أشياء برجع باخذ منها، فهي بيسموها سايكلد برودكت، ما في مشكلة عليها. عادة المشاريع الصغيرة لما بنحكي فيها هي تحويل هالمشاريع هي لتجارية. كيف بحولها تجارية عادة؟ تماما. انه بدي روح مثل ما حولها لتجارية بدي يكون عم بشتغل بالطريقة التجارية. بالطريقة التجارية ما عم بقول انا انه هي دراسة وحسابات معقدة، ولكن هي على الاقل ورا وقلم شوية ارقام بسيطة، يعني بس انه انا كيف ممكن حقق. يعني مثلا انا لو فرضنا عندي مشروع ريفي عم بنتج منه شو ما كان، اذا عم نحكي عن مشاريع ريفية، فانا بفكر ممكن على ورقة وقلم انا لو انا اللي عملت عملية التسويق لهذا المشروع، يعني بدل ما يجي حدا عم ياخذ مني المنتج مثل ما هو كتاجر جملة مثلا وعم يروح ينزل يعمل له تسويق ويبيعه بالسوق كتاجر مفرق ياخذ هامش ربح كبير، هون ممكن انا اعمل حسبة انه انا كلفتي بحال زدت جهدي انه انا نزلت عملت تسويق للمنتج تبعي، قديش ممكن يزيد هامش ربحي، قديش ممكن يزيد هامش ايرادي. فهون اليوم هي ما انا حسبة معقدة حقيقة، حسبة بسيطة يمكن ذهنية مع ورقة وقلم بسيطين، يعني ممكن احسب هاي الفكرة. فهون ممكن انا الاقي حالي انه انا زدت بجهدي ساعة او ساعتين باليوم او ثلاث ساعات، او كلفت حدا اضافي ساويته خلينا نعتبره شبه موظف عندي ليقدر يعمل هي عملية التسويق، فزاد ايرادي بنسبة 30 او 40% يمكن عن المنتج اللي انا اوريدي كنت عم بيعه. هذا مشروع اوريدي مؤسس وعم بنمي المشروع، فبس مشان نميز الموضوع. تمام. فحضرتك اللي حكيتي هو عن مشروع موجود وانا بدي افكر باليه تنميه هذا المشروع الاستراتيجي تجاري مثل ما قلت، فانا عم بنمي المشروع، ولكن الفكره اذا كنت انا ما عندي مشروع. تمام. هون صفى بدها شويه هدوء، بدها شويه ترتيب افكار، لانه اليوم المشروع الصغير عاده ما بيحتمل ضربات، يعني ما فيني فوت احتمل ضربه انه انا ما كنت حاسب صح. فهون المشكله، هون بقى صار بدها حسابات الحقيقه. هلا نحن حكينا يمكن عن النقاط اللي نحن لازم نركز عليها لحتى نحن نضمن نسبه عاليه من نجاح المشروع، لكن اذا بدنا نحكي عن الامور يلي لازم كل شخص يتفاداها ببدايه دخوله لهذا المشروع. نعم. او قيامه بمشروعه الخاص. حقيقه اكثر شغله بتورط فيها المشاريع الصغيره عاده ما بيعملوا تشريح لحجمهم، يعني انا بقول مثلا لو فرضنا بدي اشتغل بمشروع بيع منتج او خدمه، فبروح شو بعمل من بدايه الشغل، بصير بدي افكر كيف بدي نافس الشركات الكبيره او كيف بدي فوت على هذا السوق مع مشاريع مؤسسه. هون بوقع بالمطب. ليه؟ لانه هون بتورط بانه انا حطيت حالي بموجب يعني او بمكان كدريقه منافسه لعالم ماني لسه مؤسس بالطريقه اللي هن مؤسسين فيها، فهي اهم ريسك ممكن يكون بالمشروع الصغير. فهون في كمان نمسك على ورقه وقلم نحط مخاطر المشروع اللي محتمله بالاسعار، مثلا ممكن يكون انا اذا بعت المنتج بمسوق معين حيكون هذا السوق موجه عليه كل الشركات الكبيره فما حقدر نافس، فاتجه بالمنتج على سوق ثاني، يمكن سوق بمدينه ثانيه او بمكان ثاني او حتى دراسه تانية. الاسعار يلي بدي احطها 100%. وبالتالي اليوم انا بالبدايه الاهم شيء اشتغل بسياسه يعني بسموها البلو اوشن، اللي هو انه اقعد بمكان ماني منافس هلا لحدا، لاقي زاويه اقعد اشتغل في خلالها بدون منافسات يعني. لاقدر انا اكون على الارض متمكن من المنتج وبلش نمي مشروعي بالاتجاه الصحيح والمتطلبات، لانه حيصير عندي طلب، بعد الطلب حشوف انا اكثر طلب عم يصير. مثلا اذا انا عم بعمل عمليه صيانه مثلا الكترونيا، فحلاقي اكثر عالم عم تجيني عم تعمل صيانه موبايل مثلا. فبصير هون بركز مشروعي باتجاه صيانه الموبايل، فهون اليوم صرت قادر فوت على سوق منافسه صيانه الموبايل بطريقه انه انا صرت عارفان مشروعي مؤسس باي اتجاه. نعم. التسويق الالكتروني هلا كثير شائع كمان خاصه صح. عند الشباب. صح. اللي عم يبتكروا كثير من الصفحات والمنتجات
عم نشوفه يعني. صح. كمان كيف ممكن اللي عم يشتغلوا بهذا المجال يعني يكون يعني شيء ربحي لهم، لانه دائما بيكون هذا مشروع رديف خلينا نقول. شوفي حاعطيه نصيحه مهمه كثير بموضوع التسويق الالكتروني، بعده خلينا نقول ببداياته ببلدنا، يعني بلدنا ما في لسه فكره التسويق الالكتروني بشكل مرتب، فهو احد الافكار كثير مهمه يتوجهوا للشباب اليوم ليفكروا كيف بدهم يشتغلوا بالتسويق الالكتروني. اليوم على الانترنت، بوجود الانترنت صارت بكل بيت، في كتير اشياء ممكن يقروها على الانترنت عن التسويق الالكتروني. اليوم افكاره بسيطه وما بده يكون حدا عنده خبرات او متعلم هذا الدومين، يعني ما بده يكون هذا المجال هو متعلمه ك عم بحكي بدراسه، ولكن ممكن يقرا شويه مقالات على كتابين صغار بالمية، وبالتالي ممكن يشتغل بالتسويق الالكتروني. حقيقة اليوم المستقبل هو للتسويق الإلكتروني لأي منتج أو خدمة، لأنه حيكون كلفة التسويق صغيرة وبالتالي حتنعكس على كلفة قليلة على المنتج، فحيكون المنتج منافس، بينما التسويق بالطرق التقليدية كلفه عالي فحترفع كلفة المنتج وبالتالي حيصير غير منافس. فاليوم التسويق الإلكتروني شغلة كتير مهمة، بنصح أي حدا بده يفوت على أي مشروع صغير يقرأ شوي، بس من يعطي من وقته يومين يقرأ على الانترنت كيف بيقدر يعمل تسويق الكتروني للمنتج تبعه او للخدمه اللي بده يعملها، لانه حتعمل نتيجه ذات قيمه اكبر بكثير من التسويق التقليدي. كثير حلو. خلينا نعرف من حضرتك كمان استاذ عمار، انه اليوم لحتى يمكن نضمن نجاح المشروع، شو بتنصح يمكن بعد تجربه وبعد رؤيه نتائج عديده، شو هي النصائح يلي بترجوها للاشخاص لضمان نجاح المشاريع الصغيره وايضا لضمان نجاح التسويق الالكتروني الصحيح؟ حقيقة أهم شغلة نحن منعاني منها بشكل عام هو التدوين. يعني أي حدا اليوم بتلاقيه عنده فكرة بتضل فكرة ذهنية، أول شيء ليحمس حاله يحكسها لواقع بتلاقي أكل وقت، زائد بعد ما تصير إلى واقع بصير بديرها بحكم الخبرة وبحكم خلينا نقول المعلومات الذهنية اللي بيحفظها براسه. فهي أهم مشكلة، التدوين كتير مهم. يعني أنا لازم أمسك كل يوم بيني وبين حالي حط نتائج على ورقة، شو صار اليوم، وين رحت، شو عملت، شو صار معي، شو المشاكل، كيف ممكن أعالجها. لأنه تراكم الخبرة قد ما كنت ذهنيته الشخص قوية، تراكم الخبرة لا يمكن أنه يقدر يراكمها ويقدر يعمل فيها نوع من أنواع الأناليسز أو التقييم غير من خلال ورق. فهي أهم مشكلة. المشكلة الثانية التسرع. يعني اليوم لنفوت على مشروع صغير لازم يكون في هدوء، يعني ما بدها تسرع بالخطوات، خطوات تكون بطيئة هادية، عم بيشتغل بهدوء وفكر بالنتائج لكل خطوة لحتى أمشي على الخطوة اللي بعدها. لأنه كتير منلاقي بعض الشباب بيتحمسوا كتير كتير كتير، بفوت على مشروع بتلاقي بنفس اللحظة صار بده يفتح صفحة الفيسبوك وبده يشتغل بالمنتج، بده ينزل يحكي مع مدري مين، بتلاقي ما عم ينام الليل يمكن أول أسبوعين، بعدين بتبلش بلاقي إنه ما عم يجيب نتيجة فورية، فبتبلش تبرد الهمة شوي شوي وبتخرب كل القصة. فاليوم ما بدها القصة، ما بدها التسرع والاندفاع، وقت معين للعمل، يشتغل بشكل منظم على مدة طويلة، يحط خطة مشروع بسيطة، يعني مشان ما نحكي انه والله بده دراسات وبده قصص، خطة مشروع بسيطة انه انا بالشهر الاول بس بدي امن انه المنتج تبعي يكون براندد صح، مثلا شكله صح، ما بعرف شيء صح، اذا الخدمة عارفان شارحها صح، ما بعرف شو صح. الشهر الثاني بلش اعمل مثلا سياسة التسعير تبعي، شوف السوق وشوف المنافسين وحط اسعار. الشهر الثالث بلش سوقها مثلا خلال الفيسبوك بشكل بسيط لشوف حجم ردة الفعل من مثلا من الزبائن، بناء عليه أقدر أعرف قديش حجم السوق اللي أنا ممكن استقطبه، بزيد التسويق تبعي ولا بخففه، وبالتالي هيك هيك خطوات لحتى نوصل. وهذا صار كتير متوفر على الانترنت، ممكن يساعد العالم كتير لحتى تأسس هذا المشروع. نعم، يعني دائما بيقولوا التجارة هي ربح وخسارة. صحيح. هي يعني ما فيها شيء مضمون، لكن اليوم بهي الظروف دائما الشخص بدور على الربح أكثر، أو صح. أنه بالحد الأدنى ما يخسر خلينا نقول. نعم. ففي قواعد عامة لهي القصة طبعا. في شيء آمن لحتى يخوضوا فيه كتجربة، هي عم نحكي للمبتدئين يعني. صحيح طبعا، هي التجارة ربح وخسارة بالمفهوم العام. تمام. ولكن هي بالعلم هي التجارة ربح. ليش؟ ربح لأن وحظ. حتى الخسارة عادة بالتجارة بتكون الخسارة نابعة من ريسك، من مخاطر صارت. فهالمخاطر إذا كنت أنا هادي وعرفان وين المخاطر اللي عم تحرك فيها بتخفف مجال الخسارة. وبالتالي اليوم لما بدي فوت على المنتج أو على خدمة أو على مشروع، يعني مثلا خليني أعطي مثال بس مشان أقرب القصة للواقع، إذا قررت أعمل أنا شيء مثلا مشروع بموضوع مثلا ألبسة، ما فيني فوت على السوق وجاوي أساوي ألبسة عم تنتجها براند موجودة بالسوق
لها أفرعه كتير، ساوي نفس الموديل ونفس الأشياء وبدي نافسها، ما رح أقدر حتى لو اختلف السعر. 100% 100%، لأنه آخر شيء اليوم بدي يكون عندي شيء مميز بالمنتج. السعر هو أحد العوامل وليس كل العوامل. فأنا اليوم لازم أفكر بأنه أطلع بشيء جديد، يعني أفكر بقصة جديدة أطلع فيها لحتى أقدر سوقها وبدون مخاطر. فحول القصة دائما للربح، وزائد التسرع دائما بينتج عنه مشاكل بالخسارة. يعني بروح أنا بتسرع، أي خلص فرد مرة دغري بشتري كمية اللي كل شيء معي مصاري بدون حساب، بدون حساب أو شيء، بلاقي حالي بعد شوي أنه لا هذا المنتج مو اللي عليه الطلب، هذا المنتج اللي عليه الطلب. فبس الهدوء، شوية تخطيط بذهنية بسيطة، يعني ما بدها كتير دراسات، ممكن يخليني أطلع من الخسارة. فحول التجارة دائما لربح، ما أنا ربح وخسارة. نعم، بدنا نشكرك أستاذ عمار على المعلومات اللي قدمت لنا، على كل الناس اللي عندهم أفكار خلونا نحولها لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. ما في شيء بيخوف إذا كانت الدراسة صحيحة مثل ما تفضل الأستاذ عمار وحكى. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا وكل المعلومات اللي قدمتنا إياها. شكرا.